الجميع، معكم بلال من قناة كلاسي، واليوم تحدي رهيب، تحدي خفوسال. راح نلعب بالكلاس رويال بالمقلوب، يعني حنحط لكم صورة هون، يعني بالمقلوب يعني معكوسة. ايه معنا سبت صبينا عبد. مرحبا، انا اسمي عبد، بس نادوني بالقناة جسو. هلا راح نقوم على التحدي. وهون نكون وصلنا لنعطيك تحدي. يلا بقى، بس بالعكس. ايه بالعكس، استراتيجية تجاهز. يلا لو الموبايل بالعكس ما يستر، كأنه تحدي صعب. اللي بيخسر راح يروح كل ذهبه، كل ذهبه وكل جواهره. ابعت لك واحدة ما يضحك، بس معكوس. معكوس والله شيء خربت. والله ايه صح، انا ما بعرف ايش بدي العب. خلينا نسقط حتى غش هون. كيف هيك بتجمد السيارة لك؟ انا ما العب جمد البربر. جمد حتى انا كنت بخسر كل الذهب اللي عندك. والله خسرنا. هلا بيها عليها السيارة خالص. خسرنا. حط غضا. لا انا دم برجي ماني شايف. والله شكلي خسرت. نشوف المباراة الثانية مين بيربح. نصفر نصفر نصفر. حط التزويد. يا كاظم والله بحلو احد عادي. لا مقبرة. لا لا باي باي يا 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 يا. والله خسرنا. ثاني مرة تحترم الجسو وما تلعب معي ثاني مرة بالعكس. يلا هلا هني ثلاث جولات بدك تدافع ولا؟ هلا هني هلا هني جولات. ايه ثلاث جولات. يعني اذا انت ربحت مرتين خلاص انا خسرت. لا لا، اذا تعادلنا بنلعب جولة ثالثة. والله انت خالص جود جيم. هاي الجولة الأولى أنا ربحتها. كانت أول مباراة صعبة. سهلة سهلة مش سهلة بالنسبة لي. يلا خذ هذا المألوف المألوف. يلا كمان بدنا نحط تحدي بالعكس. التحدي الثاني غير استراتيجيه. غير استراتيجيه. غيرها. خذ استراتيجيه من تيفر. لا انا عندي. شلون انا راح اخو من تيفر؟ يعني ما عندي اخو وحدي. هاي هاو سبورت. مناسبة غير شوية. أنا عم باخده بالمقلوب. يلا انسخة. يلا ها يلا معركة. يلا بقى لو بالعكس. لو بالعكس لو بالعكس. يا بسم الله. والله إنه تحدي صعب بالعكس. أنا هلأ هاي استراتيجية. بنصح ما حد يجربه على الاونلاين لانه خسران على حد ذهن. صح. هاي هاي من على التيفوريا الاخر. لقيت لي البرج. خسران هذا التحدي. المعركة الثالثة اللي بتحصل. هلا أنا ما بعرف شو قد دمج البرج شو قد عم ناخذ. جايز برابرة. وحط. أجيب لك العيد. يلا.
هيفرق بقول دمار ولا جاري او لا الماس كتير اخذت فيه برج هنا ما انت بهد خالص. هاي تاني مباراة سهلة بالنسبة لي. هاي بما إله بدسلايك هاي. يلا هاي الجولة الأخيرة يلا على نفس الاستراتيجية ولا إيش تحب تغيره؟ غيره إيش بدك تغيره؟ أنا بعت معك نفس الاستراتيجية. يلا قبال غيرت غيرت طبعا. طيب ليش عم تشوف؟ خلص خذ هذا السمايل بالمقلوب. طيب يلا هلا انا حافظ جيشك بصل. ما يصير لك تفسير. ليش؟ انا ما اشوفك من اللي يقلب لك اياها ماسك كثير. و انا اكثر واحد مستعمل ماسك كثير يعني اكثر مني اياها بعد. استنى بعرف ان عندك الهيكل العظمية بس تحقق بس ما عندي الهيكل العظمية. واحد اه بالعكس لعبة صعبة بس انا عرفت اه خلي خلي بس خلي البربر السير ضد البربر خلي الناس تشتغل. انا لازم اسمي السياف شايف انا ربحت انت راح تروح لي كل ده. تنا السهم غلط ولا صح؟ انا ما بعرف. لا غدرني في احلى من غدر الخصم. انا حبلش اشتغل من ورا الكواليس في رايك. لا هذا اخر هجوم. شوف ابو جاسم شلون جلد الجلد انت مع انه كانوا هجومات سريعه يعني ما حسينا بالهجومات. لا معك من الوزن صحيح الوزن انا نسيانه كمان يا رجال. ما معك نسيان الدلة الثالثة هي اخر واحدة يعني اه؟ ايه واللي بتحسن. ايه واللي بتحسن ما هو الخير وما هو الشر. اه مش فكرت بدك تعطل لي هاك الحين لازم نمنع صوت المفجر. والله ماسكتير خالص انا. لا بجيب الماسكتير هاي دافع الماسكتير من هون خليه يجيبوه خالص خسرت. والله انا راح اروح كل ده. انا بدي اروح 10000 دهب و20 دهب. بس وين بدي اروح الجواهر؟ الذهب يلا راح جواهر كمان الذهب. هلا بدك لا راح افتح روح اضعف بطاقه عندك بتروح ترقيها. اضعف بطاقه اضعف بطاقه يعني بطاقه. لا خليني انا بنقي البطاقه لانه طب بصير شوي خذ المدفع رقمي جيب الذهب 10000 ذهب. الو الذهب للماكس للماكس للماكس. والله كيف عرفت تلعب؟ ما تم معي 3000. حط الجواهر اللي عندك. جواهر. بس التحدي انك تصرف كل الدل. بحط الجواهر ما أوه. ما بس. ما عندك. طيب حط لها شغلة تانية. وين؟ لا. شايفك لما اجيت عند العظام خفت. يلا يلا رقيما. هلا فيني نقلب التليفون. والله خالص انا. العظام. والله جبت العيد بيك على فكرة. 10000 هلا نشوف بدون ما هلا لازم انا اعطيك تحدي بس على هلا ايه مو بالعكس هلا نلعب انا وياك يلا نشوف هلا مين الاقوى من مين. 10000 ذهب يا رجال. انت تسجل هاي السيستم
خدنا دمج منيح من البلش، بس ما راح اقول شو بدي احط، ما راح اقول شو بدي احط. يلا بس يا عين كفو. مو هذا الحرام، مو هذا شو كالعادة هالمرة ما يجيب المقلوب حتى ما تتحجج. بس انقدرت على فكرة هلا يا ياب، ما عندي ولا شيء حطه مليون. شو قلت حبيبي؟ انا ما بنزح حد يستعجل. لا انت هيك يعني زودها يعني. يلا خلي يسلك الغوان. ليه زدت الغوان؟ انك ماني خبر، ما شفت الغوان. بس يلا انا متقدم عليك. مو انا متقدم عليك، انا متوجه على المسح ان شاء الله. يلا خلاص، انا بعرفك بدك تدرنا بالبراور وميزون، هيك مجهز لك يا ياب. طول بالك ينزل اليوم خالص، راحوا كل شيء مجهزه للبراور وميزون. مو عادل، نادر رب العالمين، ما قال انك انت غدرت انا بغدرك. بالعكس لا. انا خسران يعني. انا هنا حجزت لك جاسم اي شيء زدت له هيحتسب فيها. يلا يا جاسم اطلع عليهم. اخذنا البرش، اخذناه. لا السياف، ما انتبهت عليه. انت اخذت لنا البرج كمان، شكلنا اثنيناتنا اقوى من بعض. ايه يلا. لا كفو السياف، بس بدي اياه يموت. يلا جسومي فرمو معنا. بس خطر ايه، برجي واحد. التعليقات اللي بيجيب اكثر شيء لايكات نحن حنعمله، حتى لو بناكل اكل بيض نيه. لا تنسوا تدخلوا الكلام وهيك بكون وصلنا معكم. اليوم لا تنسوا النظر. لا يلا ما رح حكي تكلم عشان مشان الله ما رح حكي تكلم. يلا خلاص، يلا سلام. Then I'm the match like Randy. You never go out to the granny. You nigga feel like you're banning. The killers understand.